يمكن أن نتكلم في أئمة الإسلام. إمامه شابخز تيتخو شن غلخ إسلام دي دجدي شن غلخم داتي بسلحن واخد غبودنا ودفتن غي ديام. لأن الذي يطعن في أئمة الإسلام هو في الحقيقة قد طعن في الإسلام. ستو جبما إمامخم يابشر يزدخوا إمامخر خزبوتخر آخم ترزو يحقبت ويبشم ويبش اسمع بياشم أب إسلام يبشر يروتخ. ثم أن الطالب لا يعرف العالم، كيف طالب يتكلم في عالم؟ طالبم ستودنتم أب شان غلط ريزي خدر شان غرز دنسر يتخم شان غلط ريزي خدر يتخم دورة بزر تفسد فحنور. يعني لو عندنا إنسان رجل عادي هل يستطيع أن يتكلم في الأطباء؟ لا يمكن، لأنه ليس بطبيب. سالم بابش تخو أو غزر قزخور شان غزيم ويم جازخور فراتش قرا دكتور قرا تفسد فحنور ميديسينام خيم تخوجو يبحث هذا الطالب عن عيوبه عن ذنوبه ولا يفتش في أهل السنة والجماعة وفي أمتهم وفي علماء أهل السنة. استودنت راي جاكور زغوبشسن ويري زلقون ويري يزمي نقصنغا يزمي شجاغا خراي غترزيجن شحاجا نخ عالم خم وشون خم علماء خم شون غلخم يا نقصنغا يا شواغا قوتو أهل السنة يا شون غلخم أخم يا نقصنغا مشخودة ويكم يشتغل بالعلم بتعليم الناس شون غزري غوتو شون غترز أب رازري غزخوام تسخر خوري غجاجي تسخم يعني غزخو جوار رازرشتن خوير. عندنا يقال أن الفاضي الذي ليس له عمل ماذا يصنع؟ يبدأ يتحكم، يقول هذا كافر، هذا مبتدع، هذا كذا. أخوي دلي زجان زمار يبشر الشرقز برموش تسخم على يجر مر مخدتي مدرين مخدتي مر كافرتي مدرين كافر تقني جو تسخم يا بس حياة يا بس حمسخ وبس حياة ويشور رازرشتن. لابد أن يتقي الطلاب يتقون الله سبحانه وتعالى. طالب خر ستودنت خر بسوم خو من دوا وحش خمس شينان خوي.